عبد العزيز بالقمة الخليجية الأمريكية بالرياض، الإسلام كان وسيبقى دين الرحمة والتعايش والسلام، ونجحنا في التصدي للإرهاب. نسمع كلمة الملك سلمان بن عبد العزيز. نجتمع اليوم في هذه القمة نعبر عن الجدية في اتخاذ الخطوات الحثيثة لتعزيز شراكة حقيقية مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، ما يخدم مصالحنا المشتركة ويسهم في تحقيق الأمن والسلام والتنمية للبشرية كلها، وما يؤكده دين الإسلام الحنيف. أيها الإخوة والأصدقاء الأعزاء، إن مسؤوليتنا أمام الله ثم أمام شعوبنا والعالم أجمع أن نقف متحدين لمحاربة والشر والتطرف أيا كان مصدرها، امتثالا لأمر ديننا الإسلام الحنيف. لقد كان الإسلام وسيبقى دين الرحمة والسماحة والتعايش، تؤكد ذلك شواهد ناصعة. لقد قدم الإسلام في عصوره الزاهية أروع الأمثلة في التعايش والوئام بين أتباع الأديان السماوية والثقافات، لكن اليوم نرى بعض المنتسبين للإسلام يسعى لتقديم صورة مشوهة لديننا. أيضا الرئيس